مدرجات بكل الامان. السوميسات جول السوما السوما واهداف المضمونة. عمر محمد عبد الشافي، عبد الشافي يحاول ورعالي دخل المنطقة الزاوية. عمر يسجل في الدقيقة 22، يعود للتسجيل عمر السوم الهداف ويسجل هذه المرة على المستوى الآسيوي. هو سجل في القادسية الكويتي عن طريق ركلة جزاء ولكنه يعود، وهذه هي العرضيات المطلوبة. محمد عبد الشافي جاء من الناحية اليسرى وعكس الكرة أمام. مرور جميل وتبريرة طويلة ومحاولة باتجاه عمر السومة في منطقة الجزاء. عمر يحصل على الكرة، السومة يمر والسومة عدى والسومة كرة عمر السومة. فخامة الاسم تكفي، معدنك ذهب يا أهلي. آخر دقيقة على نهاية المباراة، طويلة للأمام، محاولة في مكان خطير عقيل والتحضير والسومة. الله ما أروعك، الله ما أروعك. السومة مرة أخرى يا عيني يا عمر، يا عيني يا عمر. التعادل الأهلاوي. الكرة لبساس، يبحث عن المرور، يبحث عن العرضية، ممتاز عقيل، خطير جول جول السومة. السومة يعود الأهلي، السومة يعيد الأهلي. مؤشر يحاول، مؤشر لعب العرضية، خطير الله للمرمى.